السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنتكلم عن طريقة زراعة التين أو الكرم بالدارجة المغربية، فهي شجرة جد مهمة مثلها مثل شجرة الزيتون. طريقة سهلة، كناخدو أغصان ديال التين في شهر يناير أو فبراير، كنحفروا حفرة وكنخشيو الأغصان في التراب وكنبقاو نسقيو تقريبا كل يومين. كنبقاو نسقيو تقريبا واحد 3 أسابيع، كنبداو نلاحظو ظهور الأوراق ديال شجرة التين. تقريبا من بعد 3 أسابيع، ومن الأحسن ناخدو واحد 4 ولا 5 ديال الأغصان ونزرعوهم، والغصن اللي نجح لينا هو اللي غادي نحتفظو به. كما كتلاحظوا الطريقة هي ناجحة، بالنسبة لهذا الغصن مازال ما ظهرش الأوراق، ولكن بالنسبة لهذا فالطريقة ناجحة 100%. غير خصنا دائما السقي، ما نساوش لأن درجة الحرارة كترتفع في هذا الشهر. شكرا.